أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي برنامج إماراتي. كما عودناكم في كل أسبوع نستضيف لكم خيرة من دولة الإمارات. قصة نجاح أتتنا إلى الدولة منذ بداية تسعينات القرن الماضي. سيد أكرم، يسعد مساك. مساكم. بداية إحنا كثير تشرفنا بزيارتنا لكم في إمارة دبي. أسرة فريقنا بتحكي لكم أهلا وسهلا فيكم وضيوف عزيزين علينا. وإحنا والسادة المشاهدين حابين نتعرف بشخصك الكريم. من هو السيد أكرم؟ إمتى نجي على الإمارات لأول مرة؟ وشو عم بعمل في الوقت الحالي؟ اسمي أكرم العين تريزي، أنا مهندس ميكانيك وهيدروليك، وصلت على دولة الإمارات سنة 1991. وتوظفت بشركة بدبي بشتغل بمجال أنظمة الهيدروليك على البواخر بحوض الجداف لتصليح السفن، واشتغلت كمهندس، وبعدين ترقيت لمدير ورشي، ثم انبيعت الشركة لشركة عالمية، وتركت الشركة سنة 2002 وفتحت شركتي الخاصة باور هيدروليك سنة 2002 في منطقة القوز الصناعية. بدأنا طبعا بتيم صغير وبورشة صغيرة، وصرنا حسب يعني متطلبات السوق نزيد إمكانيات الورشة ونزيد عدد العمال ونزيد يعني نوسع حلقة العملاء ونطور بالشركة. ولما صرنا يعني بحجم جيد يعني انتقلنا من منطقة الغوز الصناعية إلى مدينة دبي الملاحية. نعم. طبعا أخذنا هون ورشة أكبر. أي سنة انتقلتوا في هالهون؟ انتقلنا سنة 2011. نعم. للمدينة الملاحية، واستمرينا بتطوير الشركة وتكبيرها حسب يعني متطلبات السوق. وإضافة إلى عملنا وخدماتنا بمجال الهيدروليك، زدنا خدمة جديدة على شغلنا وهي الخدمات الكهربائية، وأضفنا قسم هو قسم الكهرباء عندنا بالشركة، وصرنا نقدم خدمات للإلكترو هيدروليك سيستم بشكل كامل، لأنه نظام الهيدروليك بيتكون من قسمين، الهيدروليك والكهرباء. صرنا نعم نقدم خدماتنا للسيستم ككامل. ثم كمان زدنا خدمات تانية وهي تصنيع السيلات وتصنيع الخراطيم الهيدروليك. كمان زدنا عملنا بالمجال التجاري، بالشق التجاري في الشغل، وصرنا موزعين و لمصانع وشركات هيدروليك عالمية. أستاذ أكرم، نرجع للبداية والإمارات. فكرة الإمارات كيف إجتك؟ مين حكى لك تيجي على الإمارات؟ ولا كان الموضوع شخصي؟
قرار الإمارات خلينا. أول شيء أنا لما خلصت جامعة سنة 90 كان في حرب الخليج. صح. فاشتغلت سنة بلبنان وكان عندي يعني خيار أو سافر على بلد عربي أو سافر على بلد أجنبي، وعندي أقرباء أقربائي عايشين كانوا وأخوي كمان عايش هم بدولة الإمارات، فقلت أنا بيجي على بلد عربي في أقرباء لإلي أسهل وبيساعدوني يعني. وطبعاً دولة الإمارات كان معروف بالتطور يعني، من الجبال والجبل والخضار للصحراء. قديش عالت لتأقلمت على الوقت خلينا نقول؟ طبعاً كانت صعبة يعني، كانت عنا بلبنان يعني في فرق طبعاً بالحرارة، خصوصاً أنا قبل ما أنا خلصت دراستي بروسيا بموسكو كمان. فأنا عشت 6 سنوات بموسكو، سنة 90 خلصت دراستي من موسكو، فانتقلت من ناقص 20 على لبنان، فجينا لهون على بلس يعني 50 يعني. ولنقول احنا تقريبا 11 سنة وانت موظف كنت في الامارات، وبس هاي 11 سنة كانت الامارات عم تنهض يعني، بس النهوض السريع كان بال 2002 لل 2008 كانت فترة بومينج صحيح؟ اللي صحيح. انت اخترت فيها انك تفتح الشركة. صحيح. كان الوقت هذاك ان هي نمو سريع كانت في الامارات، وكان برضو الشركات كثيرة. قدرتوا تثبتوا وجودكم من اول يوم فتحتوا مهندس؟ نحن كنا نشتغل بشكل عام بالهيدروليك، مش بس للبواخر. نعم. لشركات البناء والمقاولات وشركات حفر أبار المياه. فكنا نشتغل معهم كلهم. شو بتوفروا لهم انتم منتجات يعني؟ ايش اشياء بتوفروا لهم؟ نعم. نحن بنصلح اعطال نظام الهيدروليك. نعم. من الترابل شوتينج لتصليح الهيدروليك بامبس، الهيدروليك فالفز، الهيدروليك سلندرز، هيدروليك موتورز، يعني فك وتركيب، نجيبهم على الورشة، وعنا بالورشة نفتحهم ونغير القطع الغيار، ونحط قطع غيار من عنا من السوق، نفحصهم ونرجع نروح من ركبهم. وعلى وبالنسبة لبرابيش الضغط، على شو مكان البار ضغطه عم عندكم انتو كباسيتي لهذا الشيء كمان؟ نحن يعني عنا تقريبا لحد نقول 350 بار. نعم. لحد 350 بار. وبالنسبه للمشين ومكابس، هاي بدها تكون مكابس حساسه لانه ما بصير يكون فيها اي خلل لما بدنا احنا نعمل او نغير هاي الاشياء. برضو كمان سيرتيفايد يعني بتعطوهم كفاله لهاي المنتجات اللي بتعطوهم اياها؟ نعم، نحن كل شيء بنصلحه بنعطي فيه تيست ريبورت. اها. تيست ريبورت بعد ما نخلص الجامعة كل شغله بنفحصها قبل ما تطلع من عنا. نعم. نعملها فول تيست وبنعطي اكيد وارنتي، عندنا 6 months after warranty policy للتصليح يعني. وامتى شركتكم او باور هايدروليكس قدرت انها تحصل على ثقة منتجات تجارية عالمية لانهم يثقوا فيكم؟ انا شايف كثير من انواع المنتجات المعتمدة عندكم. نعم. يعني نحن لما كنت انا زور هاي الشركات، في شركات كنت بعرفها لما كنت انا موظف، وبعد ما فتحت شركه تواصلت انا وياهم. نعم. وفي شركات كنت زرتها اثناء المعارض العالميه، انا كل سنه بروح على بسافر على المانيا، على ايطاليا، بتعرف يعني على هولندا. وبعدين احنا كل سنه كمان بنشارك بالمعارض تقام بدبي وبأبو ظبي، فهن كمان بيجوا بيتعرفوا علينا، واحيانا بيشاركونا كمان بالمعارض، وبيجوا بيزورونا بيشوفوا الوركشوب يعني تبعنا. طبعا كانت صعبه بالاول انه نقنعهم انه نحن نصير الوكلاء تبعهم، بس اقنعتهم بالنهاية. بس بعدين يعني تدريجيا صار عندنا نحن القوه والثقه يعني الكامله، وحتى اللي تقنعهم انهم يشتغلوا معنا يعني.
وبشكل عام لما احنا نحكي عن ستاف قدره ما يقارب اكثر من 100 شخص انت اخترتهم او موجودين معكم كعائله، هالعائله هاي كيف عم بتديرها؟ هلا نحن مقسمين يعني العمل، كيف فريق العمل مقسمين، عندنا فريق العمل الفني اللي هو مكون من المهندسين والتكنيشنز، في اوبريشن مانجرز هو مسؤول عنه، انا ما بتعامل بشكل مباشر مع الطاقم مع الطواقم الفنيه كان هون او بابو ظبي، في اوبريشن مانجرز هو بيتعامل معه، هو بيشوف متطلباتهم، هو بيشوف مشاكلهم، هو بنشوف كمان مين لازم نعمل لهم، عم يتطور بشغله لازم نزيد يعني هدول المدراء يعني. نعم. تواصلك مع المدراء انت مباشره فقط؟ يعني تواصلي مع المدراء، عندنا كمان طاقم فريق للمبيعات، نعم كمان بتواصل مع فريق المبيعات، وانا بتابع، وعندنا فريق بيعمل بحضر الكوتيشنز، فانا بتابع كل يعني فريق بفريق. بشكل عام لما بدنا نحكي عن الامارات فتره البومينج لازم نذكر انه فتره 2008 و2009 كان في ازمه اقتصاديه عالميه اثرت كثير على الشركات. نعم. شو تاثرتوا في هذاك الوقت استاذي؟ نحن بوقتها هاي الازمه اثرت على قطاع البناء والمقاولات، صحيح، وكان فانا هذه خلتني انه انا ابعد شوي عن قطاع المقاولات، طلت عمل معهم، يعني خفف تعاملي معهم واتجه اكثر نحو القطاع البحري. نعم. يعني القطاع البحري ما تاثر، فصرت اتصل باصدقائي كلهم بيشتغلوا بالمجال البحري، وبنينا علاقات اقوى بالمجال البحري، وهيك يعني استمرينا يعني. والله شاطر. ولما نحكي عن ابو ظبي، امتى راح انتقلنا الى ابو ظبي؟ اول فرع فتحناه في ابو ظبي يعني سنة تقريبا 2012 فتحنا ورشة صغيرة بأبو ظبي كفرع من 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 شركتنا بدبي. نعم. ثم بال 2017 فتحنا شركة مستقلة اسمها مارين هيدروليك بأبو ظبي، وحصلنا خدمات حقول النفط بأبو ظبي. وهلا نحن بأبو ظبي بنقدم نفس الخدمات نقدمها بدبي. نعم. بس تختلف نوعية البواخر، يعني هون نحن بدبي بنقدم خدماتنا لبواخر لنقلات البترول لبواخر الشحن أكثر شيء، بأبو ظبي بنقدم خدماتنا للبواخر اللي هي بتقدم عمليات اللوجيستكس للأوفشور، العمليات البحرية لحقول البترول. نعم. Offshore supply vessel, offshore marine logistics. وسيد الكريم دائما بنحكي انه المنافسة في الامارات ما بتتوقف، وفي كتير ناس عم يفتحوا شركات هون وبنفسه في السوق. شو الفرق بينك وبين منافسينك في الاسواق؟ نعم هذا كلام صحيح، المنافسة ما بتتوقف. ولازم على طول الانسان يتقبل المنافسة ويعرف انه ما هو وغيره عم يشتغل في السوق. وبدو والكل بده كل بده يشتغل. نعم. كيف نحن اللي بيميزنا عن غيرنا، انا على طول هيدي بقولها، انه احنا عندنا نحن ثلاث اشياء رئيسيه بتميزنا عن غيرنا. ايوه. اول شيء نحن بنعمل شغلنا بشكل صحيح، بشكل صح مره واحده. ثاني يعني هاي نوعيه الشغل. ثاني شغله نحن بنعمل شغلنا بالوقت المناسب، اهم شيء التسليم وقت المناسب. ثالث شيء اللي هو السعر المناسب، نحن ما بنقول انه نحن ارخص شركه ولا نحن ارخص ولا اغلى شركه، نحن سعرنا مناسب حسب يعني مقارنه في السيرفيسز السعر منطقي يعني. ايوه السعر منطقي يعني. الشيخ محمد اللي طول بعمره حكى لنا صعب نوصل للرقم واحد بس الأصعب نحافظ على المركز. نعم. انت من الشركات اللي ضلتكم محافظين على مستواكم ومركزكم طول الوقت بهاي الاستراتيجية، ولا كان برضو عندك استراتيجيات تانية؟ لا هذه هي الاستراتيجية الصحيحة. نعم. هاي الاستراتيجية اللي انا متبعها، لانه انا من وقت ما بلشت بزبوناتني اللي بلشت انا وياهم بقى لحد هلق بيشتغلوا معي. الوضوح كتير مهم مع الزبائن، خلينا نحكي او مع الكاستمرز،
واهم شيء كلمه مصداقيه، لانه احنا بموضوع تسليم الوقت وتسليمه العمل هذا. الخبره اللي عندك عم بتطورها وعم تعملهم ابجريد دائما، عم شو بيصير اجهزه جديده، عم تعطيهم دورات خاصه، ولا عم تطلع انت على الابديت الجديد اللي عم بيصير بالسوق؟ نحن بنحاول نطور نفسنا من خلال العمل. نعم. نحن اي مشاكل بتصادفنا، اي اغلاط بتصادفنا باثناء العمل، نعمل فيها ريبورتس وناخذ مثل كوركتيف اكشن وبريفنتيف اكشن، ونعمل اجتماع وبنناقشها وناخذ الحلول المناسبه اللي هي بتطور يعني طريقه عملنا. ونحن على طول بنقرا يعني الكتالوجات يعني يعني نحن على طول في زبون عنده كرين بده يصلحها، عنده ونش بده يصلحه، بنقرا الكتالوج ونتبع يعني عن اطلاع دائم على الامور التكنيكال. يعني عندكم موبايل سيرفيسز، يعني بتروحوا انتوا للكاستمر في حال الكونستراكشن او كومبرسر في مشكله او كرين زي ما حضرتك بالضبط، بتروحوا لعندهم بتسووا لهم ولا لازم يجيبوا لكم اياه هون؟ صحيح، نحن هاي الخدمه بنقدمها للشركات البحريه. يعني احنا بنودي التيم تبعنا، طواقم تبعنا على الموانئ وعلى الانكرج. نعم. يعني انا هلا عندي تيم عم يشتغل مثلا بميناء الشرقة، عندي تيم عم يشتغل بفجيرة انكرج، عندي تيم عم يشتغل بالحوض الجيف بفك وبركب بيعمل ترابل شوتينج. بنفس الشيء بأبو ظبي عندنا تيمز بيروحوا على فري بورت البروجكت، يعني بشكل عام تروح على البروجكت. نحن مش شغلنا مش البروجكت، نحن شغلنا التصليح، انه في عطل بنروح نعمل ترابل شوتينج، بنفك القطعة الخربانة أو نبدلها أو نجيبها نصلحها ونرجع نروح منركبها. هذا بيكون تحت إدارتكم بكل كل الإشي، ولا بتكونوا تحت مين كونتراكتر، ولا أنتوا بتكونوا صب كونتراكتر تحته؟ لا نحن معظم شغلنا يعني معظم شغلنا نتعامل دايركت مع صاحب البخت. وخلينا نحكي على الصعيد الشخصي، أنت في وقت لإلك، وقتك كيف عم بتقسمه ما بين افرعك، موظفينك، الانكويريز، التحصيل، الرواتب والبيت، كيف نصقت هذا الشيء؟ والله ما عندي مشكله بالموضوع، لانه عندي العمل مقسم. يعني عندي الطاقم الفني في ناس مسؤولين عنه، عندنا القسم الحسابات في كمان ناس مسؤولين، في ناس شغلتهم يعملوا كوتيشنز، وانت عامل كنترول عليهم كلهم. انا عامل كنترول عين وبتبعهم، وعنا مثل جروبس كمان على الواتساب لكل شركة بنتابع العمل. أنا بتابع الريبورتس، بتابع الريبورتس سيرفيس ريبورتس، التست ريبورتس، بتابع الكوتيشنز، الانفويسز يعني. وتدخلك بيكون سريع في حال صار أي شيء فيه مشكلة صغيرة، على طول أنت بتتدخل. أنا بشوف الريبورتس يوميا، واي في مشكله زبون كمان بيتصل فيه، موجود انت available. نعم، يعني الزبون بيعرف انه في اي مشكله في شخص بيتصل فيه. يعني مقصرين مع البيت ولا مش مقصرين؟ لا الحمد لله ما في تقصير، مش مقصرين. ونحكي دائما وراء كل رجل اعمال في امراه، صحيح؟ نعم اكيد. كيف هاي المراه بتساعد الرجل في حياته؟ كيف زوجتك بتساعدك في العمل؟ يعني هي بتساعدني انه بتأمن لي الجو البيتي المريح. أيوة. يعني لما بروح على البيت انا بيكون انا مرتاح في نفسيا، وباكل اكل صحي، بيكون يعني بقعد لوقت الراحه. اذا الانسان ما كان مرتاح نفسيا ما في يشتغل بشكل جيد. يعني وعلى الصعيد الشخصي للمهندس اكرم، مين كان مؤثر في حياتك وساهم في بناء شخصيتك؟ هو انا صراحه يعني مع يعني علمي يعني ودرجتي دراستي الهندسيه يعني بالجامعه وكذا، انا بقرا كتب كتير، فقرات كتب، عندي كمان ثقافة يعني، فقرأت قارئ لعدة أدباء وحتى لكتاب يعني، فهذه هي الثقافة هي اللي ساعدتني أنه أعرف يعني أتصرف بالحياة. يمكن بحاجة أقرأ
كتب أكثر يعني. يعني الكتاب خلينا نحكي. ما نقول الكتاب. والإمارات اللي فاتحة إيديها لكل الناس، اللي حكت للناس تفضلوا بلد بلدكم لا تشيلون هم. هذول الناس بحاجة للنصيحة القادمين الجداد على الدولة، شو تنصحهم قبل ما يجوا هون؟ أهم شيء لازم يركز إنه هون لازم يركز على الكفاءة أول شيء. صح. لأنه هون في منافسة قوية بسوق العمل. فمعاش في الواحد يجي كيف مكان يشتغل. صح. لازم يكون إنسان مميز، معلم، مثقف، متمكن من عمله، ولازم يعطي عمله الجهد الكافي، ولازم يحط العمل في الدرجة الأولى، والمكافأة تجي بعدين. لازم أول شيء يقوم بعمل جيد، بعدين المكافأة تجي هي مقابل العمل الجيد. كورونا لما اجتنا هون كلياتنا قعدنا في البيوت، وكورونا شو اثرت على قطاعكم بشكل خاص؟ نحن بفتره كورونا كان عندنا تصريح عمل للشركات الصيانه انه تتابع عملها. نعم. ونحن كان عندنا تصريح عمل موقع من مدينه دبي الملاحيه ومن حوض دبي جافر، لانها تابعين لحوض دبي جافر. ومعنا تصريح انه مزاولة عملنا، وكنا عم نزاول عملنا كل يوم اول فتره للساعه 2، بعدين لفتره بعدين كامل دوام. وصراحه مرينا بفتره صعبه بالبدايه مرينا فتره صعبه، كان في مثلا في بواخر بحوض دبي جاف عم نشتغل فيها، وكان لازم تخلص قبل مرحلة التسكير، وكان عمل شيق حتى اللي أنجزناها ومشي طلعت البواخر يعني. ورجعنا كفينا طريق عملنا، لأنه ما فينا نوقف عملنا يعني، في بواخر كانت هوني لازم نصلحها. وأنا صراحة قعدت أسبوع بالبيت بس ما قدرت إنه تابع الشغل كله بالبيت يعني، لأن ضلني كل النهار على التليفون يعني. على أعصاب. فقلت لا، بيجي على الشغل أحسن. ختام، وبعد الكورونا اتجهتوا للديجيتال يعني؟ عملتوا ويب سايت، عملتوا شيء أونلاين ولا ما عملتوا؟ عندنا الويب سايت كان موجود. ضفتوا عليه شيء؟ لأنه الناس كلها صارت توجه للديجيتال بعد الكورونا يعني أكثر. ما هو هذا الموضوع كان بالنسبة لنا يعني موضوع مثل فكاهة يعني. صح. كيف بدك تصلح البامب أونلاين يعني؟ صح. كيف بدك تفك الموتير أونلاين؟ فنحن شغلنا لازم بإيده الإنسان. صحيح. يشتغل يعني. ختاما، هالدولة اللي وفرت لنا شيء للأسف فقدناه في أوطان عربية كتير، اللي هي الأمن والأمان اللي موجود هون اللي مش موجود في العالم. نعم. اللي تأسست من عهد الشيخ زايد الله يرحمه، يغفر له أبونا زايد، وأكيد تتذكر أيام زايد الخير. الله يرحمه، أبناء زايد مشوا على خطى والدهم، وصل الإمارات الرقم واحد. شو بتحكي للإمارات شعبا وحاكما؟ أنا باسمي وباسم شركتي بتوجه بالشكر الجزيل لدولة الإمارات وحكام دولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان الموجودة بربوع دولة الإمارات. نعم. وعلى النظام الاقتصادي وبناء المؤسسات اللي هي بتسهل عملية يعني بناء المؤسسات الخاصة وتطوير الأعمال، وهي ساعدتنا. ونحن لو ما هل الأنظمة الاقتصادية المسهلة ما قدرنا ففتحنا مؤسسات، ولا قدرنا طورناها، ولا قدرنا يعني تطورنا بشغلنا. فنحن لهم يعني جزء جزيل الشكر، والشكر الكبير على انه خلوا دولة الامارات هي واحد التطور الاقتصادي اللي هي تجذب رؤوس الاموال ورجال الاعمال واصحاب الكفاءات والمواهب من كل دول العالم بكل الاوقات وبكل ازمات العالم. رؤوس الاموال تجي على الامارات يعني، هاي نعمة كبيرة. واحنا كمان من جهتنا بنحكي لك شكرا كثير لوجودك معنا اليوم، واهلا وسهلا فيك مره ثانيه، ضيف عزيز علينا. شكرا. اهلا وسهلا. في كل اماره تروح تسلك عقل وروح، بر ومدن وجبال،
حاجة ترد